أحمد، إذن كيف تتعاملون مع هذا العدد الكبير من النازحين وهم يتمركزون في بقعة جغرافية محدودة والقصف مستمر على المدينة مع تهديدات باجتياح وشيك من قوات العدو؟ نحن نعمل في ظروف صعبة وقاسية جدا لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات. نقوم بالحد الأدنى بتوفير المياه الصالحة للاستعمال والصالحة للشرب تقريبا كل 8 أيام مرة للمواطنين ولمراكز الإيواء. نستطيع القيام بأعمالنا رغم الخوف الشديد لدى العاملين وعدم أمان وتأمين هؤلاء العاملين، ولكن قابليتهم ووعيهم وانتمائهم لوطنهم يجعلهم يعملون على مدار الساعة لخدمة هؤلاء النازحين ولخدمة أبناء شعبهم. نقوم بأعمال الخدمات الأساسية إذا كانت صحية أو خدمات الصحة العامة. نقوم بالمساندة في الإيواء وإنشاء المخيمات لإيواء أهلنا، ويقوم المجتمع المحلي في أحياء مدينة رفح بالمساندة والمساعدة عبر لجان تطوعية لمساندة أهلنا النازحين، ولكننا نعاني من قلة هذه المساعدات وقلة الإمكانيات. للعلم هناك الكثير من الناس لم يستطيعوا الفطور أو الغداء لمدة 2 أو 3 أيام، لا يجدون كسرة خبز في هذه الأوقات، وكذلك الكثير لجأوا إلى بعض الخيام المهترئة المكونة من النايلون والخشب، لا تقيهم لا حر الشمس ولا برد الليل. نحن الآن في شهر في هذا الشتاء البارد القارس، يتضور الأطفال جوعا وفي الليل يلتحفون السماء ويفترشون الأرض. نحن في كارثة إنسانية كبيرة، كارثة بمعنى الكلمة، كارثة بيئية وصحية وإنسانية. نعاني من يعني تقريبا أوشكنا على المجاعة وعلى العطش. لو استمر هذا الحصار بدون أي تحرك بري أو اجتياح بري للمدينة، فإن هذا الحصار سيؤدي إلى وفاة العديد من الناس وسيقدر العدد بالمئات. نقول لكم نحن في أزمة شديدة وفي كارثة، حيث يموت يومياً أكثر من 30 مواطن وفاة طبيعية، وليست طبيعية ولكنها بسبب نقص الأدوية ونقص المعدات، وخاصة الأمراض المزمنة مثل أمراض السكر وأمراض القلب وأمراض الفشل الكلوي. هؤلاء الناس تركوا لمصيرهم ليلقوا حتفهم، رغم أننا نعيش في القرن 21 وتتغنى الإنسانية بالحضارة وبالمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان، وكل ما سمعنا عنه أصبح هباء منثورا، وكأن هذه القوانين لا تطبق على الشعب الفلسطيني ولكنها تطبق في عالم آخر وعلى مستويات أخرى. نتقدم بالمناشدة إلى الشعب الجزائري، الشعب الشقيق الذي وقف دائما مع قضيتنا، أن يهبوا لنجدة إخوانهم في فلسطين في آخر المعاقل. طيب إذن